العلماء مصلحون اجتماعيون. العلماء مصلحون اجتماعيون في النطاق الذي يسمح لهم بالإصلاح، ويكون قيامهم بالإصلاح من النوع النموذجي النادر الذي يعطي ولا يأخذ، ويرتفع ولا ينحدر، لأنهم ينهضون بالإصلاح مع التواضع وإنكار الذات ومع التضحية والإخلاص، ولا يفرضون على المجتمع الحلول الارتجالية الكيفية المتأثرة بالعواطف والنزاعات حتى يكون ضررهم أكثر من نفعهم، وإنما يعملون لتطبيق حلول السماء على المؤمنين.